من اوراق قدم اعمال كتير كتير واخرج اعمال كتير. هل في عمل بعد ما خرج للنور بعد فتره المخرج مجدي الهواري حس ان هو لا كان ممكن يطلع احسن او ان انا ندمت ان انا طلعت؟ مفيش حاجه اسمها ندمت في الفن. في حاجه اسمها انت بتقدم حاجه الجمهور قبلها او ما قبلهاش. اما بتقبلها يقبلها بتحس ان انت كنت صح وقايس درجه حراره الجمهور صح. لو ما قبلهاش فبالتالي انت بتعرف اخطائك او مشاكلك فين وبتحاول تشتغل عليها. لكن مفيش عمل فني الحمد لله، لان احنا بنتعب قوي في اختيار الموضوع، اختيار البروجكت، اختيار الدايركشن اللي احنا رايحينه زي ما عملنا في المسرح كده. ما اعتقدش ان كلمه ندم دي يعني ريليتد بموضوعاتنا في صناعه الفن. تقييمك لابنك كمخرج شايفه ازاي؟ بودي لا ان شاء الله هيكمل المسيره باذن الله. يعني شهادتي فيه مجروحه، لكن حقيقي فعلا عبد الله عامل شغل حلو قوي. واحلى ما فيه ان هو لوحده بفايت لوحده، ما بياخدش يعني ما بيستناش مساعده بابا ولا مامته. ظهرت مع بنتك في الجونه برده، الدنيا ما شاء الله اتقلبت، انت كمان شبه كبير قوي. مريم طبعا يعني تألقت على ريد كاربت في الجونه وانا كنت فرحان بيها جدا، وانا ما قدمتهاش الا لما خلصت ودرست ديجيتال ميديا في برايتون، المجال اللي انا كنت عايزها تخش فيه واللي هي حبته. خلصت الجامعه بتاعتها فطبعا لازم نقدمها، لان المجال اللي هي فيه كمان هو الفيوتشر، هو الديجيتال اللي جاي. يعني ان شاء الله الاولاد نتمنى ان هم يكملوا المسيره. هتصنع محتوى ولا ممكن هنشوفها ممثله بقى او لا؟ لا لا، هي مركزه في صناعه المحتوى بس على الطريقه الجديده، طريقه الديجيتال عموما.